مشاهدينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم بكل خير واهلا بكم الى موضوع اليوم. يستمر التصعيد في الازمه الاوكرانيه عند مستويات مقلقه. حاله التاهب والحشد العسكري الروسي لا تعكس لحد الان اي اختراقات في المسار الدبلوماسي. والسيناريو الأسوأ لا يزال مطروحا على الطاولة، لا سيما مع حث الرئيس الأمريكي جو بايدن المواطنين الأمريكيين على مغادرة أوكرانيا فورا. في هذا السياق يكثف الأوروبيون مساعيهم الدبلوماسية من أجل خفض التصعيد واحتواء الوضع في مسار دبلوماسي يعطي حدا من الضمانات الأمنية المطلوبة روسيا، وحدا من المكاسب الاستراتيجية والعسكرية المطلوبة أمريكيا وأيضا من لدن الناتو. فهل تنجح الجهود الدبلوماسية في احتواء الوضع المتوتر بين روسيا وأوكرانيا؟ وما هي السيناريوهات الممكنة لتطور الأزمة الحادة بين الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الأوروبيين من جهة وروسيا من جهة أخرى؟ للمزيد ينضم إلينا كل من الدكتور إدريس الجريني، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياد بمراكش. أهلا بكم أستاذ الجريني. نرحب به. وينضم إلينا أيضا من كييف الأستاذ رمضان أوراغ، مدير مركز أوراس للدراسات الاستراتيجية والمحلل السياسي. أهلا بكم أستاذ رمضان أوراغ. أهلا بكم، أهلا وسهلا، أسعد الله صباحك. ما قراءتك لنقل التطورات الأخيرة فيما يتعلق بتسريع الدبلوماسية النشطة من أجل احتواء الوضع، وأيضا هذا الحث الأمريكي للمواطنين الأمريكيين من أجل مغادرة أوكرانيا، على ماذا يدل كل ذلك؟ طبعا سؤال وجيه. نحن نفهم من البيان الذي صدر على الرئيس بايدن أن هناك انسداد في الأفق الدبلوماسي السياسي، وقد حدث ذلك خلال جلسة برلين لمستشاري النورماندي، حيث أن هذه الجلسة لم يعني تعطي أي نتيجة وأي قرار سياسي أو حتى مشروع لأي وثيقة. فهذا الانسداد في هذا الأفق يدل على أن هناك يعني نوعا من التخوف أن يترجم هذا الانسداد إلى عمل ربما أمني عسكري حثيث. لذلك فردة فعل البيت الأبيض أتت منطقية، ولكن كذلك على الحدود الشمالية لأوكرانيا الآن تجرى مناورات عسكرية بين روسيا وبيلاروسيا، وتستعمل آليات تكتيكية، كذلك تستعمل مضادات يعني اس 400 وطائرات مقاتلة سوخوي 35، وكذلك الكثير من إكساندر، كلها عبارة عن نماذج عسكرية يعني ممكن أن تترجم إلى أي ابتزاز أو عمل عسكري. نحن لا نريد أن يكون هذا السيناريو، ولكن نرى أن موسكو بدأت يعني تبرز قوتها العسكرية في الشمال. أما ما يخص حوضي أزوف والأسود، فتم الآن حشر وحشد يعني معدات عسكرية وسفن، والقيام كذلك بمناورات عسكرية في حوض الأسود، وغلق كذلك مضيق كيرتش الذي يربط حوض أزوف في الحوض الأسود، نقصد البحر الأسود، وهذا سيعيق الملاحة. هذه عملية تطويق، تكتمل عملية التطويق بهذا الشكل في حوض أزوف وفي البحر الأسود أيضا ومن بيلاروسيا. هل يتمم ذلك مسار التطويق الذي كان بدأ؟ نعم، نرى أن هناك مسألة من التطويق، من التكتيك، من التخطيط. طبعا بشكل موازي نرى أن هناك دعم من الولايات المتحدة وكذلك من حلفاء لدول ضمن الشمال الأطلسي، رومانيا وكذلك بولندا والدول البلطيقية، يعني هناك إمداد بالجنود وبالترسنة، خلافا للإمداد التي تأتي إلى القوات المسلحة الأوكرانية. وبالأمس أتت الطائرات كذلك محملة العداد والتجهيزات العسكرية. ترى من الجهتين هناك تصعيد وهناك عمل على الأرض لحشد القوات المسلحة، ولهذا يعني سيناريو الحرب يصبح يعني نستطيع أن نقول قابل للترجمة، ولكن نحن نعول أيضا على العمل السياسي الدبلوماسي الذي تقوم به طبعا الأطراف بجهة، وخاصة الجولة المكوكية التي عملها أو قام بها الرئيس الفرنسي ماكرون إلى موسكو وكذلك إلى كييف وإلى برلين. ولكن نحن يعني عندما أقرأ البيانات
السياسية والإعلامية للرئيس ماكرون فهي ضبابية نوعا ما. طيب سنتوسع في هذا المسار أيضا الدبلوماسي. شكرا جزيلا لكم أستاذ رمضان أوراق، أتمنى أن تتفضل بالبقاء معنا. أستاذ إدريس الجريني نشركك معنا في هذا النقاش، أنتم أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياد بمراكش، أشكرك على الانضمام إلينا. هناك مساران يمضيان بشكل متوازي، مسألة الحشد العسكري والتطويق من الجانب الروسي، وأيضا مسألة الحشد وإمداد أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة ورفع جاهزيتها أيضا، ولكن هناك أيضا مسار دبلوماسي نشط، شاهدنا الرئيس الفرنسي، المسار الألماني أيضا سعى بجهده من أجل إحداث اختراق، أيضا اللقاءات مع بين وزيرة الدفاع البريطانية ووزير الخارجية البريطانية والخارجية الروسية، هل يترجم ذلك رسالة معينة؟ إذا سنعود إليك أستاذ إدريس الجريني، ريثما تكون جاهزا بالصوت والصورة. أعود إليكم أستاذ رمضان أوراق، حينما نقرأ المسارين معا العسكري والدبلوماسي، هل الآن كفة الدبلوماسية قادرة برأيك مع توالي الزيارات ونشاط العمل الدبلوماسي، هل هو قادر بالفعل على احتواء الوضع ميدانيا؟ طبعا نحن نقرأ المسألة كذلك من ناحية البراغماتية والفعلية، لأن أي توتر عسكري في المنطقة سيؤدي إلى شلل اقتصادي، ونعرف أن روسيا هي تعتبر من الموردين للطاقة للغاز الطبيعي إلى الاقتصاد الأوروبي بنسبة تصل 40%. من جهة أخرى هناك تعامل حثيث في مشاريع اقتصادية استثمارية، والسوق الروسية مهمة بالنسبة للدول المحورية في أوروبا، نقطة ألمانيا وفرنسا إيطاليا. ففي هذه الحالة نحن نعتبر أن الأزمة الأوكرانية هي أزمة أوروبية بامتياز. لماذا؟ لو نأتي للتاريخ فإن الولايات المتحدة الأمريكية والمجموعة الأنجلوساكسونية مع بريطانيا العظمى هي دوما، نقصد بالدرجة الأولى الولايات المتحدة، هي تستفيد اقتصاديا من أي خلاف أو نزاع أو حتى حرب في القارة الأوروبية. يعني استفادت من الحرب العالمية الأولى، استفادت من الحرب العالمية الثانية، وأصبحت متطورة تقنيا وماليا. ولذلك في إطار يعني الاختناق المالي والسياسي كذلك، يعني هناك مسائل سياسية لدى بايدن ولديه استحقاقات في أمام في الكونغرس كذلك، فأظن أنه يريد كذلك أن يستثمر في الأزمة الأوكرانية والأزمة الأوروبية من أجل الحصول على يعني دعم من الناخبين لكي يبرز بشكل الرجل يعني مثل روزفلت، أنه يعني يبحث أجل مسائل مهمة بالنسبة للاقتصاد الأمريكي. ومن جهة أخرى يريد أن يكون هناك شرخ بين الاتحاد الأوروبي وروسيا الاتحادية، لأن هذين الشريكين مهمين من الناحية الاقتصادية. في هذه الحالة ستواصل الولايات المتحدة في التحكم والسيطرة على الملف الأوروبي، لأن في حال أن هناك توائم وهناك تناغم في السياسة بين روسيا وأوروبا، هذا سيخفض كثيرا من الأسهم الاقتصادية والدبلوماسية وحتى العسكرية للولايات المتحدة. خلافا كذلك أن هناك مسألة الصين، لأن نجد أن هناك تغانم وهناك تواصل بين موسكو وبكين، وهذا يزعج كثيرا الأمريكان، خاصة أن التناغم سيجعل الصين كذلك قريبة من الحدود الأوروبية، وتكون هناك يعني قوة جديدة جيوسياسية ستنافس المشروع الأنجلوساكسوني. إذن نحن نقرأ في العمق، ولكن من الناحية الميدانية فنظن أن الخاسر الوحيد في كل هذه المناورات هي أوروبا. ولذلك نرى أن هناك مساعي حثيثة من طرف الأوروبيين وخاصة من طرف الألمان ومن طرف الفرنسيين، وهم يتفهمون هذا العمق ولا يريدون أن تترجم هذه المسألة إلى حالة من الحرب. طيب شكرا جزيلا لك أستاذ رمضان أوراق. أستاذ إدريس الجريني، أتمنى أنك تسمعنا الآن وصوتك يصل إلينا. هل الأمر يتعلق بدبلوماسية الحافة، الذهاب بتصعيد المواقف إلى النهاية من أجل الوصول إلى أو افتكاك لنقل حل وسط دبلوماسي يحتوي الوضع برمته، أم أننا بالفعل إذا حشد عسكري سينتهي بمواجهة معينة؟ أولا أعتذر عن المشكلة التقنية بسبب ضعف الشبكة. فيما يتعلق بشبكة الانترنت، بخصوص طبعا المشكلة القائمة، أعتقد بأنه ينبغي أن نضعه في سياقه العام.
ذلك أن روسيا استطاعت حقيقة في العقدين الأخيرين أن تحقق مجموعة من المكاسب وأن تتغلب على مجموعة من الصعوبات التي كانت حقيقة من تركات انهيار الاتحاد السوفيتي سابقا أو ما بعد الحرب الباردة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها. ثم لا ننسى بأن المشكلة في أوكرانيا هي ليست جديدة الآن، يعني هي انطلقت منذ أن أعلنت أوكرانيا استقلالها في 1991، وأيضا بالنظر طبعا إلى العلاقات التاريخية والحضارية بين روسيا وأوكرانيا، وأيضا أن روسيا دائما تنظر إلى أوكرانيا باعتبارها يعني خلفية استراتيجية أو تشكل لها خلفية استراتيجية، على اعتبار أن دول الاتحاد أو دول حلف شمال الأطلسي أو الدول الغربية استطاعت حقيقة أن توطد علاقتها مع مجموعة من دول أوروبا الشرقية سابقا، بل أن كثيرا منها انضمت إلى حلف شمال الأطلسي، وبالتالي فإنها أصبحت تعتبر على أن الوصول إلى أوكرانيا أو تعزيز العلاقات مع أوكرانيا هو يمثل بمثابة خط أحمر. وبرز ذلك في 2004 عندما برزت هناك ما سمي بالثورة البرتقالية، ثم كذلك فيما بعد عندما تم التموقع في شبه جزيرة القرم. هذه المعطيات كلها تؤكد بأن روسيا يعني صارمة فيما يتعلق بهذا الملف، وإن كانت قد تعاطت بنوع من المرونة مع مجموعة من الملفات الحساسة في ارتباطها مع الدول الأوروبية، سواء تعلق الأمر بأمور اقتصادية أو تعلق الأمر حتى بتعاون أمني في بعض الأحيان. ولكن أعتقد بأن اليوم هذه الأزمة وصلت إلى حد حقيقة خلق يعني نوع من القلق داخل أوروبا وعلى المستوى العالمي. حتى الولايات المتحدة عبرت عن انزعاجها، ولن ننسى بأن مجموعة من الدول الغربية هي تفرض عقوبات على روسيا منذ أن 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 يعني تموقعت في شبه جزيرة القرم، ويبدو على أن المحطة الحالية هي محطة حاسمة أولا بالنسبة لروسيا لكي تقول للغرب على أنها أصبحت يعني قوة، وأنها يعني تأمل في أن تلعب أدوار طلائعية في النظام الدولي ربما الذي قد يتشكل قريبا أو في المستقبل، وقد يكون تعدديا إذا استحضرنا الطموحات الصينية أيضا. وفي نفس الوقت أيضا الدول الغربية تريد أن لا تبدو وكأنها ضعيفة أمام يعني روسيا، خصوصا وأن تمة حلف شمال الأطلسي الذي كيف صلاحياته ومهامه واستراتيجيته ما بعد الحرب الباردة في ارتباط ذلك بمواجهة التهديدات التي تواجه دول المنطقة في أبعادها الاقتصادية والجيوستراتيجية إلى غير ذلك، بالإضافة أيضا إلى تمتين أو تعزيز العلاقات مع دول المنظومة الشرقية سابقا. ولذلك يعني يمكن أن أقول على أن نهاية يعني لا يمكننا أن نتوقع قيام يعني مواجهة عسكرية، لأن الأمر سيكون أولا ضارا لا بالنسبة لروسيا التي تعافت في الآونة الأخيرة وهي ليست مستعدة لكي ترتبك أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية من جديد، وأيضا بالنسبة لأوروبا هي ليست بحاجة إلى بؤرة توتر تعيد لها أو تعيد إلى الأذهان ما وقع في الاتحاد اليوغوسلافي السابق أو غيرها من المناطق داخل أوروبا. لكن مع كل ذلك التصريحات والزيارات التي كانت في الآونة الأخيرة، أنت تابعت القمة بين بوتين والرئيس الفرنسي ماكرون، كيف كانت المسافة وكيف كانت الطاولة؟ طويلة جدا في الواقع، والمسافة بين الاثنين كانت لنقل متباعدة جدا. كيف غادر الرئيس بوتين ندوة صحفية؟ كيف كان أيضا حديث وزير الخارجية الروسي حينما تحدث عن ما أسماه حديث الطرشان، حينما أيضا وصف استعمال الغرب والأوروبيين أيضا لأوكرانيا كعكاز لتقوية شعبية الزعماء الأوروبيين والرؤساء الأوروبيين؟ كيف تقرأ كل ذلك في نهاية المطاف؟ إذا سمحت، يعني أنا أعتقد بأن ما يجري حاليا هو في جزء يعني يسير منه ربما يذكرنا أو يذكر العالم بما حدث في فترة الستينيات أزمة كوبا، وإن كانت أزمة كوبا أكثر خطورة حقيقة، ولكن على مستوى التفاعل أعتقد بأن الأمر لن نحتفي فترة أزمة كوبا كان هناك نوع من
يعني الاحتقان إلى الحد الذي برزت فيه مخاوف من إمكانية بزوغ حرب نووية أو حرب خطيرة. اليوم حقيقة أن هناك أطراف تخشى من أن تكون هناك حرب أو تكون هناك مواجهة. لا ننسى كذلك بأن أوكرانيا لديها إمكانيات عسكرية يعني مهمة جدا، ولا ننسى أنها أيضا مدعومة من كثير من الدول الأوروبية ومن إلى حد ما من حلف شمال الأطلسي الذي عبر عن رغبة فيه، أو هناك كانت هناك توجهات نحو جر أوكرانيا إلى الانضمام. وفي نفس الوقت أنا أعتبر بأن الآلة الدبلوماسية هي تشتغل بكل تأكيد، طبعا تشتغل لأن لا أحد يمكنه أن يربح من هذه الحرب، فالكل سيخسر. ولذلك أنا أتوقع أن تنتهي الأزمة بنوع من بحل قد يكون نوعا ما توافقيا فيه طبعا إمكانية إعطاء إشارات لروسيا بأن أوكرانيا لن ستظل على حيادها وبأنها لن تنضم إلى حلف شمال الأطلسي، وفي نفس الوقت أيضا سوف يعني تتعهد أيضا من جانبها روسيا إما بإعطاء إشارات أيضا قد تصل ربما قد تصل حتى إلى حد الانسحاب ربما من شبه جزيرة القرم أو شيء من هذا القبيل، بالصورة التي تحافظ على حد أدنى من الأمن في هذه المنطقة الاستراتيجية، وبصورة طبعا قد تحفظ ماء وجه الجميع. طيب شكرا جزيلا لك أستاذ إدريس الجريني. أعود إليكم أستاذ رمضان أوراغ، ما شاهدته أنت من حراك دبلوماسي أوروبي نشط تلا تلك اللقاءات التي كانت بين وزير الخارجية الأمريكي ونظيره الروسي، بعد ذلك برز الأوروبيون يتحركون بشكل أكثر نشاطا من فرنسا، ألمانيا، أيضا بريطانيا، هل يترجم ذلك المخاوف الأوروبية من أن تنهار عليهم هذه الأزمة وألا تتضرر منها بشكل مباشر الولايات المتحدة الأمريكية؟ هل يترجم ذلك أيضا وعي أوروبي بضرورة التحرك لحماية أوروبا من تداعيات ما يجري؟ طبعا كما ذكرت في يعني بداية كلامي أن أصبحت هذه الأزمة أزمة أوروبية بامتياز، لأن أوروبا هي الخاسرة الأكثر خسارة في كل هذه التحركات وهذه المناورات. لذلك نرى هذه المناورات الدبلوماسية من طرف فرنسا وكذلك ألمانيا. أما بخصوص الطاولة يعني التي جمعت بوتين وماكرون، أريد أن أؤكد أن هناك تسريبات بأن الرئيس ماكرون لم يريد أن يأخذ يعني الاختبار يعني PCR الروسي، ولذلك فإن الروس أكدوا على يجب يعني التباعد من مسافة من الرئيس بوتين، فقط لأن بوتين يخاف من العدوى. فقط يعني بعض المعلومات التي وردت في هذا الشكل، تم اختيار هذا النموذج من التواصل والاجتماع بين بوتين وماكرون. يعني هذا يعني أن ليست هناك ثقة بين موسكو وباريس حتى في من ناحية التعامل البروتوكول الصحي، فقط يعني من أجل في كل الأحوال وبصورة معبرة من عدة مناحي سيميولوجية، حتى التباعد، عدم سماع الصوت لربما حتى إذا نطق أحد الطرفين، الكثير من الإشارات التي تعبر عن التباعد في المواقف أيضا. تفضل. نعم، فهذه فقط يعني مؤشر أن هناك تباعد وهنا ليس هناك ثقة. روسيا الاتحادية الحقيقة يعني بعدما وسعت في نفوذها في سوريا وذهبت إلى أفريقيا وأصبح لديها سلاح نوعي أهم من حلف الناتو، نقصد هنا صواريخ سيركون ويعني فرض سرعة الصوت، في هذه الحالة فهي تريد أن تستثمر في هذا الفارق الاستراتيجي من ناحية النوعية في الترسنة من أجل الحصول وعلى يعني مكاسب ورصيد سياسي جيوستراتيجي لمراجعة الأخطاء التي تمت في السابق، وخاصة في عهد يلتسين عندما كانت الدولة الروسية ضعيفة، وكما نعرف تم يعني هناك كان نزاع في يوغوسلافيا، هي الحقيقة هو نموذج لروسيا لأن يوغوسلافيا في تركيبتها الإثنية والطائفية تشبه كثيرا النموذج الروسي، فكانت عبارة عن تجربة في كيفية معالجة المسألة الروسية مستقبلا، والخبراء الروس يتفهمون ذلك، لأن في حال أن روسيا مضت في السياسة الناعمة والتحاور والتعامل بدون استعمال القوة والترسنة فإن مصير الاتحاد السوفيتي سيبلغ
سيصل إلى روسيا وهم يتفهمون أن روسيا ستتفكك، ولذلك هي قضية الدفاع عن النفس، لأن روسيا وراءها فقط يعني القطب الشمالي أو البحر الهادي، ففي هذه الحالة فقط عليها أن تذهب إلى تصعيد العسكري غربا صح؟ نعم تتقدم غربا وتستعمل كل الوسائل، وهذا الفارق في النوعية من ناحية ترسنة، وكذلك هناك أصبحت لها يعني أصبح لديها حلفاء، نقصد هنا الصين إيران، وكذلك في دول إفريقية أنتم تعرفون بعض الدول التي أصبحت من جانب روسيا الاتحادي، وكذلك في أمريكا الجنوبية وفي حوض الكاريبي. ففي هذه الحالة تريد أن تصعد عسكريا وكذلك حتى اقتصاديا من أجل الكسب، يعني فهي عبارة عن ما يعرف بلعبة عض الأصابع، يعني رفع الطلبات من أجل الحصول طيب. على تنازل من طرف آخر طيب. هذه هي المسألة، وللحقيقة أن أوكرانيا أصبحت مسرحا لهذه المناورة، ولا نريد يعني هناك، فالروس يعني يريدون كذلك ضم بطريقة أخرى الميراث السوفيتي وإعادة مجد الاتحاد السوفيتي طبعا جديد، يعني فهذه كذلك طيب. موجودة في عقول الروس. دعنا نفصل أيضا أستاذ رمضان أوراق، سنشترك معنا الدكتور إدريس الجريني لنتحدث أيضا عن مسألة الضمانات الأمنية التي ظلت تطالب بها روسيا بشكل طويل جدا، وشكلت لنقول قطب الراحة في هذا الخلاف الضمانات الأمنية. مع هذا الوضع الميداني الآن الذي لربما يقول البعض بأنه في صالح روسيا شيئا ما، لأنه بيلاروسيا ستكون معها كما أعلنت ذلك، الانفصاليون في دونيتسك، بحر أزوف يعني فيه مناورات ويعني معطل تقريبا أمام الملاحة، البحر الأسود أيضا دكتور الجريني، القرم فيها لنقل بحرية روسية ثقيلة جدا، هل يجعل ذلك روسيا تمتلك أوراق ضغط من أجل افتكاك الضمانات الأمنية التي تطالب بها؟ وفعلا يعني أوكرانيا تبدو في موقف ضعيف بالنظر للإمكانيات العسكرية وامتلاكها لعدد من مقومات القوة الضاغطة في مواجهة هذا البلد، والتي طبعا هذا البلد الذي يبدو كما قلت ضعيفا للغاية إذا استحضرنا طبعا السيطرة الروسية على منطقة القرم، أو إذا استحضرنا كذلك الدعم الروسي الذي بدأ يعني يظهر بشكل واضح لبعض التيارات الانفصالية في البلاد بما يهدد وحدة أوكرانيا، وأيضا ورقة الغاز كذلك الروسي الذي طبعا أيضا يشكل ورقة رابحة في هذا الخصوص. لذلك روسيا يعني حقيقة وضعها مريح إلى حد كبير، ولذلك نجد بأن طبعا الوساطة أو المساعي الحميدة التي قادها الرئيس الفرنسي هي تؤكد وتبرز مدى التخوف يعني الغربي من إمكانية خروج الأمور عن نطاق التحكم. طبعا روسيا كما قلت يعني هي لها مجموعة من التطلعات ومجموعة أيضا من يعني التصورات فيما يتعلق بانخراطها أو استحضارها في المستقبل على المستوى الترتيبات الدولية طبعا، وهي تشتغل طبعا أو بدأت تشتغل بشكل كبير في السنوات الأخيرة، خصوصا كما قلت بعد أن حسمت مع مجموعة من الإشكالات الداخلية، وأعتقد بأن الدول الغربية هي تتخوف من جانبها من تنامي الدور الروسي في المنطقة، ولذلك هي تحاول إلى حد كبير أن تكبح طبعا هذا التحرك. لا ننسى بأن روسيا كان لها وما زال دور كبير في الأزمة السورية التي طبعا لم تستطع الآلة الغربية وخصوصا الأمريكية أن تحسم الوضع في اتجاه معين، وبالتالي يعني اليوم أعتقد بأن روسيا هي تطالب بطبيعة الحال من منظورها كما قلت الأمني والاستراتيجي بضمانات تعكس حقيقة يعني عدم وصول إلى ما تعتبره روسيا يعني مجالا استراتيجيا أو كما قلت خلفية استراتيجية يعني حساسة بالنسبة لها في مستوى أو في حجم أوكرانيا، فلذلك هي تبحث عن ضمانات. ولذلك قلت في الأخير قبل قليل قلت بأن الحل ربما قد يتبلور من خلال رؤية توافقية تعطي إشارات مطمئنة بالنسبة لروسيا فيما يتعلق باستحضار
يعني أولوياتها أو بعض أو جزء من يعني هذه الضمانات التي تبحث عنها. ولكن كما قلت يعني الوضع حقيقة الأمر ليس بالسهل. الأمر حقيقة أنه إذا كانت في 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 جانب هناك ترتيبات عسكرية ومناورات هنا وهناك ونوع من التحالفات إلى غير ذلك، ولكن أيضا الآلة الدبلوماسية يبدو على أنها تتحرك، والمخاوف طبعا بدأت تبرز بشكل كبير باعتبار كما قلت يعني حساسية المشكل، وبالنظر كذلك للموقع الاستراتيجي، وكذلك بالنظر أيضا لأن أوروبا تخشى من أي بؤرة يمكنها أن تربك الأوضاع داخل يعني القارة الأوروبية. شكرا لك أستاذ إدريس الجريني. أستاذ رمضان أوراغ، من خلال اللقاءات التي تمت وآخرها أيضا مع ليستروس مع لافروف، هذا الحوار البريطاني الروسي الذي بدأ متشنجا حتى حديث الخارجية البريطانية والجانب البريطاني عن محاولة روسيا إعادة ذكر الماضي بطريقة تقوض مكانتها الدولية على حد تعبير تروس، هذا أيضا أثار رد فعل من سيرجي لافروف الذي قال بأن المواقف كانت مخيبة للآمال، قال أيضا بأن الأمر أشبه بحوار الطرشان. محللون يقولون بأن حدث تسليم، حدث فعل دبلوماسي، تسليم رسائل وتسلمها لكن لا تقدم. هل هذا الانسداد محكوم بأن يستمر وأن يترك للجانب العسكري المجال للتحرك، أم أن الدبلوماسية تشتغل في الخفاء؟ بالنسبة لبريطانيا العظمى لندن فهي ورقة مخالفة لأوروبا التقليدية، نقصد هنا فرنسا وألمانيا. نرجع إلى التاريخ، بريطانيا العظمى هي الوكيلة للولايات المتحدة في الملفات الأوروبية، يعني عبارة عن موظفة حاملة ملفات. نعم نعم، بخصوص التعامل مع روسيا. أنا رجعت على مستوى دقيق الحوار الذي جرى بين الوزيرين، فليس هناك أي تفاهم، حتى أن في طريقة العرض وأن الوزيرة البريطانية كانت يعني لا تفقه حتى الجغرافيا السياسية الروسية، أنها كانت تخلط في الأقاليم والأمور التي نحن نعتبرها هنا أمور واضحة بالنسبة للإنسان المتعلم له درجة من المسؤولية في بريطانيا كوزيرة. ولكن من ناحية أخرى نحن نتفهم أن الوزيرة إليزا هي تريد أن توظف هذه المسألة مع روسيا لحساباتها الداخلية مع جونسون، لأن أظن أن المشكلة التي وقع فيها بوريس جونسون في بريطانيا من ناحية المطبخ الداخلي السياسي هي أظن تريد أن تصبح ما يعرف برئيسة الحكومة البريطانية على مثال ما عملتها تاتشر. برأيك هل هذا ما قصده لافروف حينما قال بأن القادة الأوروبيين يتكئون على أوكرانيا كعكاز من أجل استعادة لنقل شعبيتهم وكذا؟ نعم نعم، هذا في هذا السياق، وأنا أقصد بالضبط الوزيرة إليزابيث التي يعني كان أداؤها ليس بالأداء البريطاني مثل أداء تشيرشل والقادة التاريخيين، فهي أدت من أجل حل مسائل داخلية بريطانية على أنقاض وعلى مسائل أوكرانيا وروسيا لحسابات داخلية أكثر، لأن النبرة الأنجلوساكسونية نسمعها من البيت الأبيض، فما ستقوله بريطانيا الروس يتفهمون، ولكن حتى أن بريطانيا في بشكل موازي قاموا باتخاذ وسن تشريعات من أجل فرض عقوبات صارمة على الاقتصاد الروسي، وليس فقط على روسيا وعلى المتعاملين من الأجانب مع الاقتصاد الروسي، فهذا نوعا ليس من اللياقة الدبلوماسية حسب ما نسمعه من الروس، حتى أن هناك احتمال أنه لن يذهب حتى إلى استقبال هذه الوزيرة. يعني المسألة أن أتت تطمينات من بوريس جونسون الذي أكد يجب أن نذهب إلى تفكيك وإلى لحنحة هذه المسألة، ولكن أداء هذه الوزيرة لم يعجب كثيرا الدبلوماسيين والقيادة السياسية في الكريملين، ونحن نعتبر أن سيكون هناك تصعيد كذلك على المستوى الثنائي بين لندن وموسكو. طيب شكرا جزيلا لك أستاذ رمضان أوراغ. أستاذ إدريس الجريني، لنقل منذ الرد الأمريكي الخطي على مطالب الضمانات الأمنية الروسية المتعلقة أيضا
تراجع الناتو عن مسألة مد نفوذه إلى أوكرانيا والأمور المتعلقة بالضمانات الأمنية الروسية وحتى هذا الدينامية الدبلوماسية الأوروبية، فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، بولندا إلى غير ذلك. لماذا لم تحدث لحد الآن أي اختراقات، أي عمل بناء، أي تقديم ضمانات، أي خطوات جديدة من أجل خفض التصعيد؟ هو أولاً يعني ذكرت الولايات المتحدة، أولاً الأزمة حقيقة هي محك حقيقي لقياس يعني طبيعة العلاقات الأمريكية الروسية، لأنه هذه العلاقات لاحظنا في السنوات الأخيرة يعني شهدت مجموعة من المحطات الصعبة، وخصوصاً بعد اتهام روسيا في كثير من الأحيان بالتدخل في شؤون سيادية أمريكية مرتبطة بالانتخابات الرئاسية أو غيرها. ولكن يعني في بعض الأحيان نجد نوعا من الهدوء في هذا الخصوص، أو نوع من يعني عدم يعني وكأن شيئا لم يكن. لكن من ناحية أخرى أعتقد بأنه إذا استحضرنا كذلك الانكفاء الأمريكي في السنوات الأخيرة، يعني طبعا على امتداد السنوات الأخيرة لاحظنا أن الولايات المتحدة يعني منذ ترامب والآن تجسد هذا الأمر مع انسحاب الولايات المتحدة من عدد من بؤر التوتر في العالم كأفغانستان وغيرها. يعني حقيقة هل الولايات، السؤال الذي يطرح الآن، هل الولايات المتحدة مستعدة فعلا لأن تنسحب من هذا الملف رغم خطورته؟ لأن سابق أن الولايات المتحدة تقود يعني حلف شمال الأطلسي، والولايات المتحدة الأمريكية طبعا ما زالت يعني بالنسبة للدول الأوروبا الغربية أو دول الاتحاد الأوروبي ما زالت المظلة العسكرية يعني الأمريكية أساسية في هذا الشأن. وإذا استحضرنا كذلك ما طرح قبل بضعة سنوات، وخصوصا عند مجيء ترامب، عندما طالب دول حلف شمال الأطلسي بتحمل يعني المسؤولية فيما يتعلق بما تقوم به الولايات المتحدة في هذا الخصوص على مستوى يعني التمويلات، وعلى مستوى يعني تحمل نصيب أوفر من صوائر هذه الجهود العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة. السؤال الذي يطرح الآن في خضم هذه الأزمة، هل الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة لأن تفتح جبهة خطيرة، يعني جبهة خطيرة وهي التي انسحبت من مجموعة من بؤر التوتر، ويعني حتى الخطابات الأمريكية في السنوات في الآونة الأخيرة يعني أو الانشغالات البيت الأبيض الآن داخلية أكثر مما هي خارجية. يعني أصبح هناك اهتمام بكثير من القضايا في الخطابات يعني الداخلية للولايات المتحدة، إشكالات المتعلقة، إشكالات اقتصادية، إصلاحات ضريبية، تداعيات جائحة كورونا إلى غير ذلك. من ناحية أخرى طبعا أنا أعتقد أيضا بأن الأزمة حقيقة وإن كانت حقيقة أنه قد وصلت إلى مستوى صعب، يعني إذا استحضرنا المواقف وإذا استحضرنا طبعا كما قلت يعني مجموعة من الأحداث التي تقع في الواقع، يعني المناورات العسكرية وكذلك يعني الخطابات التي تطرح من هنا أو هناك، لكن أعتقد بأن الأمر لن يصل إلى مستوى يعني يمكن أن تخرج فيه الأمور على نطاق تحكم السيطرة. روسيا هي تبحث عن الحصول على نقاط تريد من خلالها أن تقول للغرب بأن روسيا ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار، وينبغي يعني ويفترض أن تلعب روسيا أدوارا طلائعية في النظام الدولي. وروسيا اليوم أصبحت تحظى بمكانة وأصبح لها إمكانيات وأصبح لها موقف. من ناحية أخرى يعني تحاول كذلك الدول أوروبا، لأنه لن ننسى أن حلف شمال الأطلسي منذ نهاية الحرب الباردة كانت لديه حقيقة استراتيجيتين، لأنه هو لن ننسى أن حلف شمال الأطلسي هو تأسس في خضم الحرب الباردة والصراع الإيديولوجي والعسكري الذي كان قائما. عندما انهار الاتحاد السوفيتي طرحت سؤال حول ما مصير هذا الحلف، والحلف طبعا بدأ يبحث له عن مجموعة من المهام والأولويات التي تنسجم مع طبيعة التحولات التي حدثت. ولذلك كان هناك تأكيد، أول يعني خطوة قام بها هي محاولة الانفتاح على
الدول التي كانت تسبح في فلك موسكو سابقا، سواء طيب. تعلق الأمر بدول أوروبا الشرقية أو الدول التي كانت يعني تتشكل منها ويتشكل من الاتحاد السوفيتي. ويبدو على أن الانفتاح على أوكرانيا وغيرها من الدويلات التي كانت تابعة للاتحاد السوفيتي سابقا يعني هي من أولويات حلف شمال الأطلسي وتعزيز الأمن، ما يسمى بتعزيز الأمن الأوروبي إلى غير ذلك والتعاون الأوروبي طيب. لكن في نفس الوقت هناك أولويات أخرى مرتبطة بتدبير المنازعات ومواجهة الإرهاب ومواجهة كذلك التمدد النووي إلى أو الأخطار النووية إلى غير ذلك. طيب شكرا جزيلا لك أستاذ دريس الجريني. أستاذ رمضان أوراغ، كيف هي السيناريوهات المتوقعة في كييف؟ هل يتوقع الغزو بالمفهوم التقليدي كما أشار إليه الكنديون على الطريقة السوفيتية، عمل من هذا النمط، أم أن هناك سيكون هناك استمرار لعملية القضم من الشرق، يعني إضافة إلى ما جرى في دونيتسك ولوهانسك والقرم وغير ذلك، أم ماذا؟ نحن لا نتوقع أن يكون هناك اجتياح عسكري، لأن هذه ستكون ورقة خاسرة لبوتين، لأن نحن نعرف أن العمل العسكري والسقوط في المستنقع الأوكراني هذه ستكون دمارا للدولة الروسية، لأن هذا النسيج نسيج تقريبا متشابه من ناحية ثقافية، من ناحية طائفية، من ناحية المونتاليتي العقلية يعني. فالذهاب إلى الحرب مع الجارة الأوكرانية هو بداية تفكك الاتحاد الروسي في الحقيقة، لأن هذا يعتبر ما يقال باللغة الروسية يعني أطلاق الرصاص في الرجل، رجل الجندي، يعني هو يصبح مشلل، يكون هناك شلل، لأن أوكرانيا كذلك هي دولة نووية، هناك محطات ذرية لتوليد الطاقة، لأن الحرب في هذا ستكون له تابعات كذلك بيئية يعني إشعاعية، كل الأمور مدروسة. ولكن أظن أن روسيا ستذهب إلى سيناريو التطويق الاقتصادي واللوجستي من أجل إضعاف الاقتصاد الأوكراني، من خلال منع أوكرانيا من البحر الأسود مثلا على سبيل المثال، لأن الأزمة الأوكرانية وخاصة بعد 2014 أصبح ثمنها باهظ، مثلا إلى حدود 2080 إلى 300 مليار دولار خسارة مباشرة، ويعني سنويا لأوكرانيا؟ نعم يعني مسائل، فهناك خسارة اقتصادية يعني خانقة، يعني هذه الأزمة يعني نتكبد كاقتصاد فقط يعني حدود يعني سنويا تصل إلى 100 مليار دولار على الأقل، هذا من ناحية، من لأن هذه الأزمة، ونعرف أن منطقة الدونباس هي منطقة للإمداد بالفحم، إمداد بالطاقة، وكذلك هي تواصل لوجستي، وهناك مصانع ومركبات مهمة استراتيجية من ناحية التعدين، وهناك كذلك الكثير من الأمور للمقومات الاقتصادية الأوكرانية تمت يعني أصبحت مشلولة بسبب هذه الأزمة، وكذلك التصعيد العسكري سيخفض من وتيرة الاستثمارات اللي تأتي، وقد أكد الرئيس زيلينسكي قبيل هذه يعني كل هذه المناورات أن التهويل الإعلامي الذي نسمعه من الغرب وهو يعاتب طبعا الحلفاء الغربيين أدى إلى يعني انسحاب ما يقرب 12 مليار دولار من الاقتصاد الأوكراني التي كانت عبارة عن استثمارات مشروعة ومبرمجة للأوكرانيين. هذا من جهة، فقط نتكلم عن المركب الاقتصادي مهمة بالنسبة لشعبية السلطة، فلذلك فإن بوتين أو الكريملين يراهن على إسقاط النظام السياسي في أوكرانيا بهذا التحريض وبهذه السياسة يعني التطويقية من أجل إيجاد نخبة سياسية موالية لموسكو، كما كان الأمر مثلا في جورجيا وفي مثلا حتى التجربة الكازاخية، يعني عندما ذهب بوتين طبعا هناك بما يعرف بقوات حفظ السلام، ولكن هذه كذلك إشارة أن بوتين سيذهب حتى إلى الحل العسكري من أجل الحفاظ على الجوار السوفيتي الموالي للسياسة الروسية. ولكن من ناحية المستقبل المنظور، نتوقع أن بوتين سيعمل على تفكيك الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو من الداخل من إيجاد حلفاء له. نجد أن هناك مثلا المجر، هناك مثلا فرنسا، هناك إيطاليا، هناك نخب مهمة في ألمانيا. في هذه الحالة نعرف أن القبول العضوية في حلف الناتو يجب أن يكون هناك إجماع، ولذلك فهذه الدول تضمن يعني الفيتو لكي لا تدخل أوكرانيا عضوا إلى حلف الناتو. هذا من جهة. من جهة أخرى
إن روسيا الاتحادية كذلك تراهن على دعم يعني إيجاد بؤر توتر ليس فقط في الجوار الجغرافي لها في أوروبا ولكن في إفريقيا في كما ذكرت في أمريكا الجنوبية، وحتى أنا أتوقع أنه سيقوم كذلك بتأشيج الوضع في حوض البحر الأبيض المتوسط مثلا في ما لأن هناك مناورات مثلا بين الجزائر وروسيا في الإقليم القريب من مضيق جبل طارق، وهذا كذلك رسالة موجهة لبريطانيا العظمى من أجل كذلك حشد أو جعل هذه المنطقة كذلك تحت السيطرة الروسية، وكذلك هذه الرسائل موجهة للاتحاد الأوروبي، لأن في حال أن الورقة الروسية نجحت في ليبيا إذا أتى مثلا سيف الإسلام القذافي مثلا رئيسا وهو مدعوم من روسيا الاتحادية ممكن سيقوم بكذلك وضع لقواعد عسكرية وربما حتى منصات مهمة من المضادات والتي طيب. ستهدد حلف الناتو من الجنوب، يعني كل الأوراق مطروحة والروس يدرسون هذه المواضيع، وأنا على علم يعني أنا تواصل مع خبراء روس في هذه المسألة. طيب شكرا جزيلا لكم على هذا التوصيف للوضع أستاذ رمضان أوراق بهذا الشكل المفصل والواسع. أستاذ دريس الجريني، إزاء هذا التوصيف لنقل الواسع لإعادة ترتيب الخارطة، ترتيب موازين القوى ومناطق النفوذ والتأثير، هل يمكن أن يتم إيجاد أرضية مشتركة للفاعلين الكبار في المنطقة من أجل لنقل التوصل إلى تسوية جديدة ترتب أيضا مناطق النفوذ وأيضا المصالح المشتركة والمصالح الخاصة بكل طرف من دون الانزلاق إلى المواجهة؟ بكل تأكيد أن الترتيبات ما بعد الحرب الباردة أو ما بعد التسعينيات هي ترتيبات حقيقة لم تبرز الواقع الدولي كما هو. الولايات المتحدة أعلنت من جهة واحدة حقيقة زعامتها للعالم الذي طبعا يعني نجم أو العالم الذي برز بعد رحيل الاتحاد السوفيتي، لكن اليوم وبعد طبعا أكثر من 3 عقود برزت أو تبين على أن هناك مجموعة من التحولات الكبرى التي شهدها العالم، أولا على مستوى مفهوم القوة نفسه، على مستوى التهديدات العابرة للحدود التي طبعا أصبحت واضحة والتي كرستها أو يعني أصبحت أكثر وضوحا مع جائحة كورونا، ثم أيضا بروز مجموعة من القوى الدولية، نتحدث عن الصين، نتحدث عن روسيا التي قلت على أنها استطاعت في السنين الأخيرة أن ترتب بيتها الداخلي وأن تعود إلى طموحاتها الدولية وأن تحاول لكي يكون لها موطئ قدم في الترتيبات الدولية يعني في هذا العالم المتغير. وأعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية نفسها أو الغرب نفسه بشكل عام نلاحظ بأن هناك نوع من التشظي في المواقف في السنوات الأخيرة، لاحظنا ذلك في النقاشات التي برزت داخل حلف شمال الأطلسي نفسه، لاحظنا ذلك في التعاطي مع مجموعة من الأزمات والمحطات الدولية الكبرى، الأزمة النووية الإيرانية أو الملف النووي الإيراني، كان هناك تباين يعني بين القوى الدولية الكبرى بما فيها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة يعني وألمانيا، هناك نوع من التباين بين مجموعة من القوى الدولية إزاء هذه الملفات، ويبدو على أن اليوم لا من جانب روسيا أو من جانب الدول الأوروبية وحتى الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أو يعملان يعني من جانب الغرب أو من جانب الولايات المتحدة والدول الأوروبية هي تحاول على أن لا تسمح لروسيا عفوا بأن تتجاوز السياق الذي يمكن أن يرسم لها على مستوى المساهمة، لأن نفس الإشكال مطروح مع الصين، يعني لا يمكن أن يتم بلورة نظام دولي جديد على حساب المصالح الاستراتيجية الأمريكية والأوروبية. طيب. فأعتقد بأن الحل ربما أو الرؤية التي قد تتجسد مستقبلا هي نظام دولي تعددي تشارك فيه كل هذه القوى، وربما هذا النظام قد يكون أكثر نجاعة وربما أكثر مقبولية. طيب. من النظام السائد حاليا، وهناك يعني هذه التحركات تعكس طبعا الرغبة في أن يكون لها
يعني حضور في طيب. على مستوى هذه النقاشات. شكرا جزيلا لكم الدكتور إدريس القريني أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض بمراكش على كل هذه التوضيحات. نشكر أيضا من كييف الأستاذ رمضان أوراغ مدير مركز أوراس للدراسات الاستراتيجية والمحلل السياسي على مشاركته معنا وكل هذه التوضيحات المفيدة. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على مشاهدتكم لهذه الحلقة. بإمكانكم دائما زيارة موقعنا الإلكتروني medianTV.com ومنصاتنا الرقمية الأخرى وموقعنا medianNews.com. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.